إلى سنن ابن ماجه. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك، باب الهدي من الإناث والذكور، يعني باب جواز الهدي من الإناث والذكور، باب جواز الهدي من الإناث والذكور. قلنا الهدي على ثلاثا أو قل أربعا. الهدي يكون قربة شكرانا، وإن كان الجمهور يرونه جبرانا، كهدي القران وهدي التمتع. قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي قارنا، ولما قالت له حفصة لما لم تحل قال: قد قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى يبلغ الهدي محله. فالمتمتع والقارن عليه هدي غير المفرد. نعم. وقد يتطوع المرء إطلاقا بالهدي لله جل في علاه، كما في الأحاديث السابقة أن النبي أهدى للبيت وقالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجتنب شيئا يجتنبه المحرم، لأنه لم يكن محرما، لم يكتسب صفة الإحرام، وحتى وإن بعث بالهدي إلى البيت، هذه عبادة مستقلة. فهنا يقول بجواز الهدي ذكرانا وإناثا، باب جواز الهدي من الإناث والذكور. هو قال باب الهدي من الإناث والذكور، والمعنى جواز ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى، قال: حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو صاحب المصنف، روى له الجماعة إلا الترمذي، قال: وعلي بن محمد، وعلي بن محمد الطنافسي، هذه السلسلة مرت علينا كثيرا ومن الثقات. قال: حدثنا وكيع بن الجراح الرواسي التنين، كان إذا نزل مكة انفضت المجالس إلى من مجلسه. قال: حدثنا سفيان، سفيان هنا هو سفيان الثوري، لأن وكيع أخص بسفيان الثوري وشيخه أمير المؤمنين في الحديث، وكان يدلس أيضا عن من هب ودب وغمر ذلك في بحر رواياته. قال: عن ابن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أبو عبد الرحمن القاضي الكوفي في حفظه كلام، روح ابن عباد عن شعبة قال: أفادني ابن أبي ليلى أحاديث فإذا هي مقلوبة. وابن معين قال: كان يحيى بن سعيد لا يحدث عن ابن أبي ليلى ما روى عن عطاء، إذن هو يهم فيه ضعف. قال أبو حاتم الرازي: محله الصدق، كان سيء الحفظ. وأنا سعيد قال: ليس بالقوي. نعم، هو عامة الحق أنه صدوق حسن الحديث، له أوهام. قال: عن الحكم، حكم ابن عتيبة الكندي مولاهم الكوفي من الثقات، قال: عن مقسم، مقسم ابن بجرة أو يقال ابن نجدة أبو القاسم أو أبو العباس، قال: الدقني ثقة، قال: العجلي ثقة، وكان يرسل. ابن حزم قال: ليس بالقوي، وما أنصف في ذلك. أما ابن سعد قال: كان كثير الحديث ضعيفا، وحقا أنه كان يكثر من الإرسال. ابن الطبري قال: ثقة ثبت، لا شك في ذلك. الساجي قال: تكلم الناس في بعض رواياته، والحق أنه ثقة، حق أنه ثقة يرسل وله أوهام. وماذا بعد؟ من ذا الذي لا يهم؟ قال: عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، عبد الله بن عباس من العبادلة الأربعة ومن السبع المكثرين
عن النبي الأمين أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في بدنه جملا لأبي جهل، قال براته من فضة، براته من فضة. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بدنه جمل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، كما قلنا ثقة ثبت روى له الجماعة سوى الترمذي. قال حدثنا عبيد الله بن موسى، عبيد الله بن موسى بن أبي المختار أبو محمد العبسي، قال ابن معين: ليس به بأس. ثم مدح ومدح عظيما، قال له: هدي وعقل ووقار. قال بكر بن أبي خيثمة ثقة، قال العجلي ثقة وكان عالما بالقرآن رأسا فيه. وقيل هو ثقة لكنه شيعي. قال أنبأنا موسى بن عبيدة بن رشيد بن عمرو اليماني ربذي المدني الحميري، من قال له أحاديث مناكير. قال البخاري في الضعفاء: قال أحمد بن حنبل منكر الحديث، والنسائي قال ضعيف، وفي رواية قال ليس بثقة، كان عابدا لكن كان ضعيفا. عن إياس بن سلمة، إياس بن سلمة بن الأكوع الأسلمي أبو سلمة، قال ابن معين ثقة، قال النسائي ثقة، قال عجلي ثقة، وقال ابن سعد ثقة، وله أحاديث كثيرة. قال كان في بدنه الذي أهداه جمل، جمل يعني ذكر. وهذه فيها دلالة أولا على الهدي، وأنه لا يجتنب ما يجتنب المحرم، وأنه وبالهدي لا يكون محرما، بالهدي لا يوصف أنه محرم، وهذه من أفضل الطاعات لله جل في علاه. وأنه أهدى ذكرا وأهدى أنثى، فدل على أنه يصح في الهدي أن يكون ذكرا أو أنثى، وهذا ظاهر في ذلك. وقلنا بأن هذه العبادة هنا من أفضل العبادات النحر لله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه: فصل لربك وانحر. ففيه الذبح لله وحده لا شريك له، في توزيع ذلك على المساكين. تبقى مسألة أخيرة في الباب، في قوله في بطنه بأبي هو أمي جملا لأبي جهل. انظر كيف جعل الله جمل أبي جهل غنيما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل أعتى وأعدى من عاد الإسلام وأهل الإسلام، وقاتل المسلمين أنت متفضل علينا في كل أحوال الآن تفسير ماشي، ما في مشاكل، أبشر وركت. فالله جل في علاه هزمه وأخزاه وجعل ماله غنيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام. وفي قتله قصة، جاء عفير صح، معوذ ومعاذ، أو نعم معوذ ومعاذ، جاء إلى عبد الرحمن بن عوف فقال، وهؤلاء شباب صغار، فقال أين أبو جهل؟ فقال لهم عبد الرحمن عوف: وما لكم وله، ما شأنكم بأبي جهل؟ فقالوا: علمنا أنه يسب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، نريد أن نقتله. ما تعجب عبد الرحمن،
بل كان ناصحا أمينا وجاء فقال هذا صاحبكم وأشار عليه فاختلف بضربته وقتلاه. وكان بعضهم كانت ضربته أقوى فقتله بذلك. فسبحان ربي العظيم، شباب صغار يعني لم تبلغ الأعمار 20 بل أقل، وقتلوا أبا جهل علموا أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جمله فشكر الله على ذلك فأهداه للبيت، فأهداه. الله المستعان. نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم لا تمكن أهل الكفر ولا النفاق. اللهم ثبتنا وثبت المؤمنين يا رب العالمين، وثبت الناس وارحم الناس أجمعين، واجعلنا من الصالحين المصلحين الصادقين المصدقين المخلصين. اللهم أمين يا رب العالمين. الفوائد المستنبطة: الأيام دول والغلبة لأهل الإسلام، فاصبر إن العاقبة للمتقين. النحر من أفضل القربات، جواز التقليد والإشعار والتجليل. نعم، هذه الفائدة الثالثة.